طبعا هو هذا يأتي في سياق المواجهة الممتدة منذ أكثر من عقود، ولكن المواجهة الحديثة المرتبطة بمعركة طوفان الأقصى ودعم وإسناد غزة من قبل دول محور المقاومة وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا تنفي ذلك، وباعتقادي حزب الله أيضا في هذا المجال، وكون سوريا هي حلقة متصلة لسلسلة قوية بين دول محور المقاومة من إيران للعراق لسوريا لبنان فلسطين واليمن، هذا مدخل لأقول بمعنى أن الإسرائيلي يحاول قدر المستطاع منذ بدايات المعركة أن يستهدف عناصر القوة المساندة لغزة، لأنه لم يكن يدور في خلده أن دول محور سوف تكون بالمواجهة المباشرة وتبادر إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل تخفيف الضغط وإيقاف العدوان على غزة. ولذلك هو يسعى بشكل أو بآخر منذ البداية نتنياهو لجر محور المقاومة أولا للمواجهة المباشرة ليبرر تصعيده في المنطقة، وربما لفتح المعركة في الحرب بطريقة مفتوحة تتوسع إلى إقليمية وربما دولية. في نقطة أهم في هذه المسألة، كان يريد أن يجر الأمريكي أيضا للمعركة والمواجهة مباشرة مع إيران، وعندما فشل في إقناع بايدن بأن يكون معه إلى جانبه فيما يتعلق في المواجهة مع دول المحور، ولكنه إلى جانب الكيان الإسرائيلي في كل ما يجري من ارتكابات وجرائم في غزة ودعم مطلق بالسياسة وبالمجتمع الدولي وبالسلاح وكل الإمكانات المالية أيضا التي يريدها الكيان الإسرائيلي، ولكن في هذا الجانب هناك عمل تكتيكي ربما يحاول قدر المستطاع قبل أن تنضج ربما التسويات الآتية، لأنه شئنا ما بين هناك واقع جديد بعد انتصار حركة المقاومة حماس أو الفصائل في داخل غزة، في هذا الانتصار الاستراتيجي الغير عادي في مسألة طوفان الأقصى جعل من الكيان الإسرائيلي يعيش حالة إرباك وتخبط وأيضا حالة جنون. يعني هو عمليا نتنياهو الآن يخوض حرب وجودية بالمعنى الحقيقي على المستوى السياسي بالجانب الشخصي، وأيضا على المستوى السياسي والاستراتيجي للكيان الإسرائيلي الذي تعرض للزلزال. كل هذه المسارات وكل هذه الأهداف التي رسمها نتنياهو لكي يخرج من المأزق بأن يوسع رقعة الحرب وتكون أمريكا إلى جانبه بالمطلق فيما لو دارت المعركة في المحور، وأن إيران سوف تستجيب وترد على الكيان الإسرائيلي ردا موجعا بطريقة مباشرة، مما يبرر للإسرائيلي أن يضغط باتجاه الأمريكي والغرب ليكونوا إلى جانبه في فتح المعركة. هذا لم يحصل، لذلك هو يحاول قدر المستطاع استهداف هذه القيادات للحرس الثوري، وهؤلاء على فكرة للمناسبة هم موجودون في سوريا بغض النظر عن وجهات النظر السياسية في قناتكم الكريمة أو أي شيء آخر، هو مرتبط بالتزام رسمي مع الدولة السورية مع الحكومة السورية، واثنين هؤلاء المستشارون هم جزء من منظومة السفارة، ثلاثة حزب الله أيضا موجود في سوريا هو بطلب رسمي من الدولة السورية. طيب عندما تقول الدولة السورية لا نريد هذا الوجود هذا أمر آخر، ولكن أنا باعتقادي هذه الضغوط لها علاقة أيضا ربما في التأليب الداخلي على المستوى السوري، أنه للضغط أيضا على الدولة السورية وعلى الحكومة وعلى النظام لأخذ قرار في فك هذه العلاقة. باعتقادي أن هذا الأمر تأخر كثيرا، لأن سوريا الدولة الشعب النظام الجيش كل هؤلاء يدفعون ثمن صمودهم في وجه كل الاستهدافات الأمريكية الصهيونية الغربية فيما يتعلق في موقع سوريا. طيب أستاذ حسان، مع فلسطين، طيب اليوم يعني إسرائيل تنتقي أهداف في سوريا، في لبنان، في الجنوب اللبناني، حتى وصل شرقا إلى بعلبك، في دمشق، حمص، الساحل السوري. ما الذي يعطي إسرائيل كل هذه الأريحية واستخدام كل هذه الأجواء لتنفيذ غاراتها؟ شكرا على السؤال. طبيعي أنا مررت على السؤال الأول بأكثر من فكرة في هذا السياق، ولكن صح. أؤكد مرة أخرى أن توسعة رقعة الحرب والأهداف والمديات في لبنان لها أمرين. الأمر الأول له علاقة بأن الإسرائيلي يريد أن يثبت قاعدة جديدة من قواعد الردع ليثبت ليقول لحزب الله والمقاومة في لبنان أن يتكيف مع الواقع الجديد، وأن اليد الطولة هي للإسرائيلي، بمعنى أنه يستطيع أن يضرب
حيثما شاء وأينما كان، ولا يستطيع حزب الله أن يرد بنفس التماثل. ولكن هذا الأمر لم يحصل، لن يستطيع العدو الإسرائيلي أن يثبت هذه القاعدة. والسيد حسن نصر الله قال الرد المتناسب وبالتماثل، ولن نقبل أبدا بتغيير قواعد الاشتراك. الأمر الثاني اشتباك عفوا الأمر الثاني له علاقة في تهريب بيئة المقاومة، بمعنى أن استهداف البيئة في مناطق متعددة مما يخلخل هذا البنيان والتماسك بين القيادة والمقاومة والبيئة. وأيضا فيما يتعلق بمسألة استهداف البنية الاقتصادية والبنية التحتية والتأثيرات المتعلقة في البنية الاجتماعية، كل هذا المسار الذي أراده العدو الإسرائيلي من خلال توسعة رقعة الحرب والمديات والساحات في لبنان هو ليثبت هاتين القاعدتين. ولكن بالمقابل الإعلام الإسرائيلي يتحدث بالأمس أن كل ما يريده العدو الإسرائيلي من تحقيق هذين الهدفين فشلا، وبالدليل أن رئيس مجلس أعلى للمستوطنات بعتقد اسمه أريك أشتر يقول أن كل ما يقوله قارة العدو هو يعني غثاء وهو هراء، وأنه يريدون إبعاد حزب الله بين كيلومتر أو 10 كيلومتر إلى الشمال باتجاه يعني شمال النهر. كل هذا أمر يعني بمعنى خالي الوفاض فاضي يعني فارغ، بدليل أن حزب الله منتشر وموجود وهو أبناء البيئة والمنطقة، والشهداء الذين يسقطون من المقاومة الإسلامية في لبنان هم أبناء القرى. وبالتالي هذا أمر على فكرة مستحيل، وهذا الكلام كله كذب بكذب. هم يقولون أن جالانت وبيني جانس ونتنياهو وحليفي كل هؤلاء عمليا يعني يكذبون على المجتمع الإسرائيلي. الأمر الثاني أنهم يعترفون بالأمس أن قوة المقاومة والكثافة التي يستخدمها الثقيلة حزب الله في الأيام الأخيرة بعد استهداف المدنيين وبعض المناطق البعيدة يقول بأنها قوية جدا ومؤثرة. معنى ذلك أن القوة الردع الفاعلة التي يريدها العدو الإسرائيلي من أجل ردع حزب الله لم يستطع فعل ذلك، ولم يستطع تثبيت هذه القاعدة، وبالتالي كثافة النيران والاستهداف المدنيات في الجولان مثلا أو في بيرون أو في القيادة الشمالية، كل هذه المراكز الحساسة، وأيضا استخدام أنواع من الأسلحة المتطورة والارتقاء في العمليات النوعية، وهذا باعتراف العدو الإسرائيلي يقلق العدو كثيرا. يوسي كوهين رئيس الاستخبارات السابق يقول بالأمس أن نحن تأخرنا كثيرا بالمواجهة مع حزب الله واستهداف حزب الله، وخوفا هو يقول خوفا من النتائج، ونريد أن نكون إلى جانبنا حماية. لن تستطيع إسرائيل توسعة رقعة الحرب وخوض تجربة واسعة في المنطقة والإقليم ما لم تكن أمريكا بالمباشر إلى طيب استاذ جانبها حسان، بكل معنى الكلمة. ايه حكيت تفضلت حضرتك وقلت قبل قليل انه من خلال توسع نقاط الاستهداف هو ربما تسعى اسرائيل لضعضعه المحور كامل كما تقول استاذ حسان. هناك ايضا تحدث عن تهريب البيئه، نعم الداخليه في لبنان. طيب حتى نتحدث ايضا عن سوريا، ساحه سوريا وساحه جنوب لبنان وغيرها. طيب هنا نتحدث عن بنك اهداف يبدو انه كبير لدى اسرائيل ضد قيادات في الحرس الثوري او حزب الله وغيرهم في سوريا وفي لبنان. هل نتحدث عن خرق امني سببه قوه استخبارات اسرائيليه ام بسبب تسريب معلومات او بيع معلومات لاستهداف هؤلاء؟ كل ما ذكرته يأتي في سياق ربما في دلالاته الصحيحة. صحيح، أنت في حرب عمليا مع الكيان الإسرائيلي منذ نشأة هذا الكيان في 42. كل العالم، كل الذي يراقب ويشاهد ويقرأ التطورات والصراع العربي الإسرائيلي يعلم أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت قوية، وهي اليد الطويلة في المنطقة، وتعتمد على التكنولوجيا الآن الحديثة، كانت بالسابق تعتمد على العملاء. ولكن معركة طوفان الأقصى أثرت كل هذه المعادلات والنظريات التي كانت إسرائيل تتغنى بها أنها الدولة الرائدة والقوية والمقتدرة، وأنها الشرط الذي يعتمد عليه الغرب والأمريكا كان في المنطقة. لكن معركة طوفان الأقصى فضحت كل هذه الأنظمة، أسقط المنظومة الاستراتيجية والاستخباراتية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وكل أنظمة الاتصالات، وكل ما كان يعتبره العدو الإسرائيلي في محاكاة العالم العربي، وخصوصا فيما يتعلق في مسألة التطبيع، لأن الكيان الإسرائيلي كيان قوي ويجب أن يعيش طبيعيا في المنطقة كما هو الحال. السياسة الأمريكية التي تريدها الآن أن يعني تكون إسرائيل
دولة قوية، فالجهاز الاستخباراتي قوي صحيح، ولكن بالمقابل هناك حركات المقاومة أيضا ترتقي وتتقدم وتواكب، وبدليل على ذلك أن في جنوب لبنان العدو الإسرائيلي له بنك أهداف سابقة منذ عام 2006، في عند الإسرائيلي أهداف، وأيضا في داخل الدولة السورية عنده أهداف، وبالتالي هناك هذا الاستعداء المستحكم بين محور المقاومة سوريا لبنان العراق فلسطين إيران واليمن، وهذا موقع أيضا متقدم في مسألة الصراع، أيضا له علاقة بهذه القوة والاقتدار ومواكبة التطورات. هؤلاء عندهم تكنولوجيا، ولكن ما يتوفر للعدو الإسرائيلي طبيعي أكبر بكثير، بدليل أن هناك دعم بريطاني أمريكي فرنسي استخباراتي، كل أجهزة التنصت الآن والأقمار الصناعية لهذه الدول تقدم خدمات بالمجان، كل الساحل اللبناني والساحل السوري الآن هو في متناول اليد الإسرائيلي. طيب أشكرك جزيل الشكر من بيروت حسان عليان باحث سياسي.